معنا من القمشلي السيد رزان كيلو، رئيس الرئاسة المشتركة في الحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية عبر الهاتف. أستاذ رزان مساء الخير، أهلا بك معنا. الخطة الآن لإنقاذ المدنيين قبل العمليات إخراج أو ربما عمليات تطهير الرقة بالكامل، ما الخطة الموضوعة الآن لإنقاذ المدنيين؟ تحياتي لكم ومساء الخير لكم ولكافة مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا الوضع في رقة، داعش كمنظومة الآن منهارة نهائيا أمام ضربات قوات سوريا الديمقراطية، وطبعا في معاقلها الأخيرة داعش اتخذت من المدنيين كدروع بشرية وتحتمي بهم أمام ضربات قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش. فداعش عمليا منهارة، وطبعا من جهة أخرى هناك خوف من المدنيين، خوفا من إصابة المدنيين بعمليات عسكرية. هناك مناشدات دولية وحتى على مستوى العشائر العربية هناك مناشدات لوقف إطلاق النار، لإخراج المدنيين المسالمين من تحت سيطرة داعش. فالأوضاع الأخيرة، طيب كيف ستتم عملية إخراج المدنيين وإنقاذهم من يد داعش؟ يعني هل قامت مثلا الطائرات بإلقاء منشورات للمدنيين لإرشادهم، أم كيف سيتم ذلك عمليا؟ نعم، هناك مكبرات الصوت وهناك مناشدة من قوات سوريا الديمقراطية لتوجيه المدنيين للمناطق الآمنة، وهناك كل ساعة هناك تحرير للمدنيين من قبضة هذا التنظيم الإرهابي. لكن الحرب مستمرة، رغم هناك إشاعات تقول أن مدينة رقة محررة، لكن هناك مدنيين عالقين وهناك ما زال حرب مستمرة في مدينة رقة. لكن غدا إن شاء الله غدا هناك مبادرات من مجالس ومن وجهاء العشائر في عموم سوريا لطلب من قوات سوريا الديمقراطية اعطاء المجال للمدنيين للنزوح الى المناطق الامنه. طيب. محاولاتنا طبعا نؤكد للعالم اجمع، نؤكد لكل الخيرين في العالم اننا سوف لن نتخذ ذخرا لتحرير المدنيين. طيب عدد تقريبي للمدنيين العالقين في يد داعش الان، العدد التقريبي حتى اذا ليس لديكم عدد دقيق على المدنيين العالقين؟ حسب الروايه الفارين من مناطق داعش الذي اتخذوا مناطق قوات سوريا الديمقراطيه ملجا لهم، طبعا حسب الروايات يقولوا بالمئات هناك من المحتجزين. طبعا يوجد دواعش ويوجد عوائل هؤلاء المتشددين، لكن يقولون بالمئات موجودين، ما زالوا موجودين ومحاصرين داخل هذه المدينه. لكن كل جهودنا تصب لخدمه وحمايه وتحرير المدنيين من قبضه هذا التنظيم الارهابي. ونحن كما نجحنا في منبج وفي اغلب المناطق لخروج النازحين بامان سوف ننجح في هذه العمليه، ولدينا تجارب جدا قويه لحمايه وامن وحمايه وسلامه المدنيين. شكرا لك على هذه المداخله. معنا السيد رزان كيلو، رئيس الرئاسه المشتركه والحمايه الذاتيه في هيئه الدفاع لقوات سوريا الديمقراطيه، كنت معنا عبر الهاتف من القمشلي.